هنا يا سكاي. الأرانب لن تقاوم هذا الجزر. اثنان آخران قادمان يا تشيس. نكبر الصوت. كل الأرانب انتباه، أحضرنا أقفاصا بها أسرة ناعمة لتأخذكم إلى البيت الجديد. وداخل كل قفص يوجد طعام لذيذ مقرمش. لقد نجحنا. إنهم رائعون جدا. أنتم مستريحون؟ هذا الجرو يجب أن يطير. وداع. وداع. نراكم قريبا. لطفاء للغاية، لكنهم يصنعون الكثير من المشاكل. أنا متشوق لصنع سلطة لذيذة من جزر المزارعة. أرانب. أوه، أرانب مشاغبة، لا تفعلوا هذا. أرانب. أوه، هل تمكننا منهم؟ يبدو أن باتينا في مشكلة. أسرعوا. يا لها من بقرة خائفة. اطمئن يا صغير، أمسكتك. أهلا يا سيد بورتر. رايدر، الآن أنا لدي مشكلة أرانب، إنهم في كل مكان. أيمكنك أن تأتي بسرعة أو الآن؟ نحن في الطريق. لا تفعل. إلى أين ذهب؟ أرانب مشاغبة، هذا ليس مكانك. يمكنك البقاء مع الآن أين ذهبوا؟ سأساعدك يا سيد بورتر. مجرفة مليئة بالأرانب. فكرة رائعة يا رابل. اطمئنا، نحن لدينا المكان المناسب لكما. ماذا؟ المزيد من الأرانب؟ ها؟ أرانب كثيرة جدا. وجدتها. سيد بورتر، هل تعطيني بعضا من كعكة الجزر؟ قادم حالا. شكرا، تفضلوا. تشيس، نحتاج شبكتك. الشبكة. أحسنت يا تشيس، أمسكته. نعم، ها هنا. عند أي مشكلة فقط أطلب المساعدة. هيا نأخذ هذه الأرانب إلى مكان لا يزعجوننا فيه ولا نزعجهم. الوداع يا أرانب، سأفتقدك. وأنت 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 أيضا. أظنهم سيكونون سعداء جدا هنا. من يدغدغني؟ مرحبا أيها الصغير. جزر المزارعة يومي لذيذ جدا. لا عجب أنه كان لديها الكثير من الأرانب. تبعاني للبيت يا رايدر، أحتفظ به رجاء. يمكننا التعامل مع أرنب واحد. يا رايدر، أنت الأفضل. حسنا، كنتم جميعا جراء جيدين. أنتم رائعون، أنهيتم العمل. حسنا، شكرا لإسراعكم يا جراء.
كابتن توربت يحتاجنا. ضوء الفنار غير مستقر لوجود خلية نحل في الداخل. يجب أن نخرج الخلية من هناك، ونقل الخلية قد يغضب النحل وربما يلدغك. بالضبط، لذلك نحتاج طريقة لتهدئة النحل. وأخيراً سكاي، نحتاج مروحيتك لحمل الخلية من الفنار إلى بستان آل. هذا الجرو يجب أن يتم. شكراً للاستجابة يا رايدر. وأنتم أيضاً يا جراء. يسعدنا المساعدة يا كابتن. ضعيها هنا يا سكاي. أمرك. روكي صنع هذا لحمل الخلية حتى نصل بأمان دون أن نبتل. مضخ الدخان وصل أيضاً. علينا أن نتأكد من أنه يعمل. مفتاح. هذا يكفي. هذا ممتاز. النحل يحب المكان الحلو، فإذا رششنا الداخل بماء به سكر سيبقى داخل الصندوق. هل قلت رش؟ ووو. ندفع الماء. يمكننا استخدام مكعبات السكر. ووو. ظننت أن المنطقة ليس بها رذاذ. أحسنت يا مارشل، سيحب النحل بيته الجديد الحلو. الخلية مخبأة هنا. يمكننا استخدام مضخ الدخان لتهدئة النحل. ها هو. مستعد، ويمكننا تبريدها بمدفع الماء. سيجعل هذا النحل هادئا لفترة. ها هي ملكة النحل. طالما الملكة هنا، باقي النحل سيبقى معها. النحل يحتاج خلية مريحة. تفضل. لنحرك الصندوق لاحقاً عندما يأتي وقت نوم النحل. عندما ينعس النحل لا يقوم باللدغ. هيا ناموا يا صغار واستمتعوا بالأحلام. لطيف. بهدوء الآن. حسناً يا سكاي، إنه دورك. سأحلق في السماء. أنزل الخطافة إلى هنا. قادم. رائع. هكذا. أبعديها يا سكاي. الأفضل للنحل أن يطن في حقل من شقائق النعمان والبروكلي. حسناً، وجدنا أحداً يحب البروكلي. إنه نسر كبير. لقد شاهدني. يجب أن أفكر بسرعة. هذا النحل يعتمد علي. وجدتها. تمسك جيدا أيها النحل. شكرا على التوم يا ولي. سيكون لدى النسر قصة سمكة يرويها لأصدقائه. سكاي، أنزليها بالقرب من الخلايا الأخرى. بثبات. حسنا، جيد. شكرا يا سكاي، سيحب النحل البقاء هنا في المزرعة. على الروح. نجحنا، نقلنا الخلية. كلما احتجتنا فقط طن للمساعدة. إنهم نائمون. سأتركها تستقر لنفتحها صباحا. صباح الخير، كيف حال أصدقائنا؟ انظروا. تحب شجرة التفاح جدا. تريد أن تمتص الرحيق من زهرة شجرة التفاح، ثم تأخذ هذا الرحيق إلى الخلية وتحوله إلى